اقعدي يا ياسمين. اخر مرة اسألك كان في ايه بينك وبينه؟ ولا انت كنت فاكرة ان احنا صعب علينا نعرف انك كنت بتكلميه في اليوم مرة واتنين وتلاتة؟ انتي؟ ده انتي ما كنتيش طايقه عمالة بتقولي لي اتطلقي منه. انتي ازاي تعملي كده؟ يسرى من فضلك اهدي. اهدى ايه وزفت ايه يا هشام؟ انتي في ايه بينك وبينه؟ عملتوا ايه في ابويا وامي؟ والله العظيم ما عملت فيهم حاجة، انا ما اعرفش عنهم اي حاجة. انا بس طمعت في الفلوس مش اكتر. بعد اذنك ما اسمعش صوتك. كملي يا ياسمين، وانا وعدك اني هساعدك لو قلتي كل حاجه. بسام اتفق معايا ان مطي اسره توكيل عام، وان هو لما ياخد منها كل حاجه هيديني 1,000,000 جنيه. وانا حاولت اعمل كده وانا بمضيك الاعلان الاخير بس ما عرفتش. والله العظيم هو ده كل اللي حصل، انا ما فيش بيني وبينه اي حاجه والله العظيم.